لفلفل المحشي اللايت هقولكوا على المقادير. معانا 10 حبات فلفل الوان او اخضر زي ما انتوا عايزين، بس هو الالوان بيدي فوائد، في فوائد مختلفه وفي تسكيره، في تسكيره حلوه. طيب معانا بقى للحشوه نص كيلو لحم مفروم منزوع الدسم، بصلتين كبار مبشورين، ملح وفلفل، بابريكا، 3 حبات طماطم متقطعين مكعبات صغير، وكوبايه برغل منقوع ومعصور، ونص كوبايه بقدونس مفروم، وكوبايتين موتزاريلا او اكتر للوجهه. خلاص هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل زي كأن احنا بنعمل بالظبط العصاج. نبتدي الاول باللحمه، والافضل الواحد ينزل اللحمه قبل البصل. في طريقتين لعمل المحشي ده، يا اما ني كله ني في ني زي الكفته، نبتدي كله نحشي جوه الفلفل كله ني وبعدين ندخله الفرن، لكن انا بفضل الطريقه دي عشان بتدي طعم اقوى شويه. نحط الملح والفلفل، اول ما احس انها ابتدت تنشف معايا هنزل البصله، بتدي طعم احلى كتير جدا عن لما ننزل البصل في الاول. وبرده ده مع الوقت، الواحد بيكتشفه مع الوقت مع التجربه. طيب انا كان جالي سؤال عايزه اشوفه. واحدة اسمها أنا قالت لي أنا جربت وصفات ياما وبرجع أطخن تاني. حسب الوصفات يعني، ممكن جدا تكوني بتعملي وصفات بتطخنك أصلا، أو بتعملي وصفات خلاص بتخسي عليها مؤقت، فهي نظام حياة مش بالوصفات. هو العشر نصايح هي نظام حياة، وبناء على العشر نصايح دي تقدري تطبقي بقى وصفات كتيره جدا. سالت برضو كتير جدا عن ازاي نتخن بقى، لان ناس كتير قالوا لي انت مهتميه بس بالعشر نصايح تخس ازاي، لكن الناس اللي عايزه تتخن طبعا مبدئيا في حلقه على يوتيوب، الحلقه دي 10 نصايح برضو ازاي نتخن بقى. هزود بس البصل دلوقتي. في رمضان في تطبيق سهل جدا نقدر نعمله ازاي نتخن فيه في رمضان، ان احنا بعد كل وجبة هناخد كوباية لبن كامل الدسم معاه 3 تمرات او مدوبين فيه معلقة كبيرة من العسل الابيض. ان شاء الله اليومين اللي جايين انا هعمل وصفة، وصفة دي مشروب نشربه هيبقى تمر وفيه لوز وفيه عسل، وهيساعد جدا برضو على زيادة الوزن بعد كل وجبة، هتفرق كتير جدا جدا يعني، على الاقل 3 مرات بعد الفطار هتلاقي نفسك بتزيدي بشكل سهل جدا. بزود بقى الطماطم، كله بقى تشويحة حلوة جدا عشان كل ما هنشوح يدينا الطعم الأحلى. هحط بقى شوية الملح والفلفل نزوده بقى هنا. هنحط بعد كده البرغل، وآخر حاجة بص هيدينا كمية حلوة جدا جدا، واخر حاجة الايه البقدونس لو عايزين تزودوه، ده مش لازم بس افضل كتير. وانا ابتديت اهو احشي الفلفل الالوان، احنا طبعا شايلين الراس منه وشايلين القلب منه، بنبتدي بقى نحشي. طبعا كمية البرغل انتوا بتتحكموا فيها برضو، انتوا عايزين قد ايه كمية اللحم، عايزين اللحم اكتر البرغل اكتر، انتوا ممكن تغيروا في المقادير. لانا يعني كوباية برغل برضو تعتبر كتيرة بتنفش جدا، ف
فحسب يعني، انا ما خدتش كله من يعني ما خدتش منه كله، حسب برضو مقاس الفلفل اللي معاكوا، فايه تقدروا تتحكموا في دي. بس بدخله بقى الفرن، احس بس ان ابتدى الفلفل يدبل معايا شويه ويطرى كده وكله ياخد من طعم بعض، اروح حاطه بعد كده عليه الجبنه الموتزاريلا، علشان لو حطيت الجبنه من دلوقتي هتتحرق، مش هتدي الطعم الحلو اللي احنا عايزينه. فاحنا احسن حاجه ان احنا ندخل الاول الفرن وبعدين نروح نحطين بعد كده الجبنه الموتزاريلا، علشان في اخر 5 دقايق، ما الجبنه مش بتحتاج وقت كتير خالص، في اخر 5 دقايق بس. معانا حبيبه. الو، ازيك يا حبيبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيبه. اتفضلي يا حبيبتي. انا ممكن اقول لحضرتك سؤال عن سؤال؟ اتفضلي. عايزه طريقه الدونات. طيب حاضر، شكرا على المكالمة. بعد اذنك يا ولاء، لانه ننزل مقادير الدونتس. خلاص كده احنا كده حشيناه حلو جدا، ندخله بقى الفرن على 200 تقريبا. وبعد ما يقعد تقريبا تلت ساعة لنص ساعة نخرجه ونحط عليه الجبنة.